السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع في كل أصقاع العالم وفي كل أقطار الدنيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم جميعكم بدون استثناء. طبعا أخص بالتحية الناس الراقية أصحاب العقول النيرة والأذكياء، أما الناس الأخرى فأنا أشفق عليكم وأتمنى لكم من الله الهداية. أتمنى أيضا أن تعرفوا قدر نفسكم وتعرفوا قدر جهلكم وأن تبقوا عند هذه النقطة فترة معينة. اليوم سنتكلم في سبب عدم صلاحية خريطة الأرض المسطحة لأي شيء. هي تنفع للترميز لبعض الأشياء لكنها لا تصلح أبدا لأي شيء. طبعا نتكلم قليلا عن إسقاط السمتي الموجود متساوي الأبعاد الذي هو معتمد من قبل جماعة الأرض المسطحة. بشكل عام هذا هو الإسقاط المعترف فيه، لا نعرف عن إسقاطات أخرى. جماعة الأرض المحتبة اخترعوا إسقاط خاص بهم غير مطابق لأي شيء، هم لوحدهم. طبعا لا نتكلم عنهم، نتكلم اليوم عن الإسقاط السمتي متساوي الأبعاد. ما هي المشكلة في هذا الإسقاط؟ هذا النوع من الإسقاط يجعل هناك أفضلية خاصة لنقطة المنتصف. كيف يعني؟ يعني يمكن أن تعمل هذا الإسقاط أنت لأي نقطة في العالم، ممكن تعمله مثلا لمكة، ممكن أن تعمله مثلا القطب الجنوبي، ممكن أن تعمله القطب لأمريكا، لمدينتك. هذا الإسقاط يخدم فقط النقطة المركزية، وهذه الحسنة الوحيدة له أن من النقطة المركزية هذه تكون الاتجاهات بقد على يعني إلى أقرب تقريب صحيحة في الاتجاه الكامل. يعني إذا أنت كنت في القطب الشمالي ووجهت ستكون هذه إلى أقرب ما يمكن من الاتجاهات صحيحة فقط. هذا هو أفضل ما يوجد في هذا التقريب السمتي متساوي الأبعاد. ما المشكلات التي تجابهنا في هذا الموضوع في هذا المقياس؟ المشكلة الأولى أن الخطوط المستقيمة على هذا المقياس دائرية. يعني احنا نقول دوائر العرض لان الدائره تدور حول الكره الارضيه، طبعا مصطلح اصلا كروي يعني يحاولون اسقاطه على اي شيء. فخط الاستواء وهو دائره عرض هو مصمم اصلا لمصطلح كروي، فعندما يتم الاسقاط السمتي ما يحدث انه يصبح دائره، فتصبح الخطوط المستقيمه دائريه. هذا اول مشكله. هاي اول مشكله. طبعا هناك طرق للتحويل من الخطوط الدائريه الى خطوط مستقيمه، لكن هذه ليست طريقه سهله وليست للانسان العادي، ليست الانسان البسيط. المشكله الثانيه ان الاتجاهات متغيره حسب مكانك في الخريطه. يعني فقط الشمال الذي له كل التركيز والاهتمام فقط، لكن في كل مكان ثاني الاتجاهات متغيره وليست دائما بنفس الاتجاهات المعروفه لدينا التي هي شمال جنوب شرق غرب. هنا الشمال متغير يدور، والشرق متغير يدور، والغرب متغير يدور، والجنوب في كل مكان. طبعا هذا شيء غير منطقي نهائيا، يعني أن يكون لديك أي شكل ليس له أشكال أخرى. طبعا إحنا بغض النظر عن أقطاب الشمالي والجنوبي وما المغناطيسية، بغض النظر عن هذا الموضوع نحن نتكلم في مجال في شيء مجسم أو في أي شكل في الدنيا. يعني لازم يكون له شمال وجنوب يعني أو يعني أبعاد، لكن هذا الشكل ليس له أبعاد. نوع من 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 دمج الخرافة مع النصوص الدينية ويعني ابتداع، هذه بدع ما هي لا ما أنزل الله بها من سلطان، ابتداع أشياء جديدة ليس لا علاقة للدين بها. المشكلة الثالثة أن الأبعاد غير حقيقية. يعني إذا نظرت إلى أحجام الدول قريبا من منطقة القطب الشمالي وأحجام الدول بعيدا عن القطب الشمالي تجد أن أحجامها تتفاوت بشكل غريب وصعب جدا كبير جدا. حجم أستراليا ممطوطة ومفلطحة وطريقة شكلها مختلف تماما عن الحقيقة، عن الخريطة التي تم مسحها ميدانيا وجغرافيا ومن الأقمار الصناعية. يعني نحن نعرف كيف شكل أستراليا بكل تأكيد عدة طرق وليس طريقة واحدة، لكن عندما تأتي إلى الإسقاط السمتي تجد أن شكلها مشوه. هذه الخريطة بشكل عام مشوهة جدا خصوصا بأحجام المناطق. المشكلة الرابعة أنك لا تستطيع أن تحدد اتجاهاتك على الخريطة
الى مكان معين. يعني احنا تكلمنا عن اتجاهات متغيره، لكن انت لا تستطيع ان تحدد اتجاهك على الخريطه لمكان معين. يعني اذا وضعت الخريطه امامك وقلت لك اشر الى اتجاه القبله، فلن تستطيع. انت سترسم شكل، لكن هذا الشكل هو خط مثلا على 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 الخريطه المسطحه، لكن هذا الخط وهمي لا وجود له وليس صحيحا ومختلف تماما عن الحقيقه، لا علاقة له بالحقيقة، واتجاهه أصلا خاطئ. لهذا كل المجامع العلمية الإسلامية العالمية من أم القرى إلى الأزهر إلى الجامعة، كل كراتشي، كل الأمم، كل الأمة الإسلامية، جامعة المؤتمر الإسلامي، كل دول العالم، كل المسلمين في العالم باستثناء جماعة المسطحين، يقولون لك لا نعتمد أي خريطة إلا الخريطة المعروفة لدينا حاليا، أو الخريطة الكروية أو خريطة الدائرة العظمى فقط لا غير. الخريطة الكروية لا شيء آخر، أي خريطة تانية فيها أخطاء لا تسمح لها أن تكون معتمدة حتى نوجه نفسنا للقبلة. طبعا سيأتي وكيف نفعل إذا كنا في الجهة الأخرى؟ جاوب على هذا السؤال ابن تيمية من 700 سنة، ومع أنه ابن تيمية أصلا ليس جغرافي ولا فيزيائي ولا شيء، لكن قال إذا كنت أنت في الطرف الآخر من الكرة الأرضية فلها قصة أخرى وتتوجه برضو كيف توجه وجهك إلى القبلة. هذا الكلام يعني موجود، ارجعوا للكتب. والآن نأتي إلى أخطر مشكلة في التمثيل السمتي. هذا المشكلة أنه لا يوجد مقياس رسم. هذه مصيبة، مصيبة جدا. اذهب إلى أي خريطة في العالم، أي خريطة ستجد، طبعا يمكن استعمال مقياس الرسم فيها، اذهب إليها ستجد في أسفل الخريطة موجود شيء اسمه مقياس الرسم. ماذا يعني مقياس الرسم؟ هذا المقياس هو النسبة بين الرسم والحقيقة. كيف نعرف أن هذا الشيء مهم؟ لماذا هذا الشيء مهم؟ هذا الشيء مهم خصوصا للملاحين والطيارين والجغرافيين والناس المحقة، يعني التي عندها التزام بالحقيقة بأي شكل، أنك تستطيع أن تقيس مثلا 3 سنتيمتر عليها وتعادل هذه 3 سنتيمتر مثلا 3000 ميل، وتستطيع أن تقيس بمقياس الرسم بشكل دقيق، أو أن مقياس الرسم هنا هو مقياس خطي لينير، يعني إذا زدت سنتيمتر يزيد ميل، إذا زدت سنتيمتر يزيد 1000 ميل حسب مقياس الرسم الموجود. هذا من أهم الخصائص الجغرافية لأي خريطة حتى تكون دقيقة، أن يكون فيها مقياس الرسم صحيح. المشكلة في الخريطة السمتية أنك إذا حاولت أن تطبق مبدأ أو فكرة مقياس الرسم فأنت تحتاج إلى معادلة تفاضلية حتى تستطيع أن تقيس المسافة. كيف يعني؟ يعني إذا أنت أخذت المسافة مثلا من القطب الشمالي إلى أستراليا، فهذه المسافة على الخريطة ليست مسافة حقيقية، هي وهذه لسه أبسط واحدة، هاي إذا أخذتها من القطب الشمالي إلى أستراليا، هي أبسط الطرق. فأنت تحتاج إلى معادلة تفاضلية تضع فيها الخط وتقوم بتغيير المقياس حسب المسافة، فكل ما زادت المسافة يزيد التشوه. هذه الأولى. الثانية وهي كارثة، أنك إذا أردت أن تعمل معادلة حتى تقيس المسافة مثلا من شمال أمريكا إلى مثلا أوروبا، يعني ستمر من فوق القطب الشمالي، فأنت بحاجة إلى معادلتين تفاضليتين. أنت طبعا الناس اللي ما درست مثلا تفاضل وتكامل لا تعلم أن هذا المعادلات التفاضلية لسه أعلى من التفاضل والتكامل، تحتاج إلى معادلتين تفاضليتين حتى تستطيع أن تقيس المسافة بين جهتين يمرون القطب الشمالي. الكارثة إذا أردت أن تقيس المسافة بالعرض، هذه هي المصيبة. هذه تحتاج أولا إلى قياس دوائر، يعني أنت تحتاج أن تقيس حتى تقيس الخط تحتاج أن تقيس الزاوية وتقيس البعد فتعرف طول القوس. بعد ما تعرف طول القوس تحتاج إلى معادلات تفاضلية حتى تحسب المسافة، لأن المسافة غير حقيقية على الخريطة، المسافة مشوهة وليست بمقياس الرسم. فعملية تحويل من الحقيقة الواقع يعني إلى مقياس الخريطة فعلا تحتاج إلى كمبيوتر وأنت ماشي، يعني حتى تستطيع أن تحسب المسافات عليها. هذا إذا تم اعتمادها، ولا يمكن يتم طبعا اعتمادها إلا بس فقط للتمثيل.
فلهذا السبب هذه الخريطة من مشاكلها الكبيرة جدا أنك لا تستطيع قياس المسافات اعتمادا على أشياء معتمدة أصلا في الجغرافيا مثل مقياس الرسم. ولهذا السبب هذه الخريطة ساقطة وفاشلة كنموذج للاستخدام. تنفع فقط إذا في حالة أنك أنت أخذت التمثيل السمتي لنقطة محددة وأحببت أن توضح الاتجاهات عليها، لا تنفع لأي شيء آخر. ولهذا السبب هي فاشلة جدا، والاستشهاد بها أو يعني اعتمادها كأساس لأي شيء سواء أرض مسطحة أو غير، يعني أنا أقول أرض مسطحة ماشي خليكم أرض مسطحة، لكن هذه الخريطة التي تعتمدونها لا تصلح، اختاروا خريطة تانية. طبعا أنا أعلم أنه لا يوجد أحد في الأرض المسطحة عنده أي مصداقية يعني أو حتى علوم حتى يستوعب أن أو حتى يستنبط طريقة جديدة لتمثيل الأرض، فهم يؤلفون من عندهم. على العموم إذا كان عندكم أي تفسيرات أي استفسارات عن بالنسبة لهذه النقطة الجغرافية، وأنا لا أظن أنه أصلا في أي حدا بالعالم تكلم بهذا المجال من قبل، يعني في خصوصا في مقياس الرسم، لأن معظم الناس تكلمت في أخطاء كتير لكن لم يتكلم أحد في مقياس الرسم الذي أنا تكلمت فيه حاليا، لا من عرب ولا من أجانب، فقط لنثبت لكم أن نحن لا نقلد أحدا. هذا التقليد نتركه لجماعة الأرض المسطحة والقص واللصق من أماكن أخرى وتضعونها، هذا أتركه لكم. أما الابتكار والتفكير فهذه لنا ونحن أهلها. وأهلا وسهلا فيكم، تحياتي للجميع، ويا ريت أشوف تعليقات ذات قيمة، مش أنت غير منطقي وكلام الفارغ هذا الذي لا علاقة له بأي شيء. أنا على فكرة راح أشطبهم الكلام هذا الفاضي، لن أضيع وقتي فيه نهائيا. تحياتي لكم وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامر الصالحي.